إلينا من رام الله الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. مرحبا بك سيد عصمت. قبل قليل البيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه إن القرار النهائي لم يتخذ بشأن الشحنة المعلقة من الأسلحة إلى إسرائيل، ما إذا كانت ستنفذ بالإرسال أم أنها ستبقى معلقة. المواقف الأمريكية ومن جملتها هذا الموقف، هل هي كفيلة بثني نتنياهو عن المضي قدما في مخططاته؟ مساء الخير وتحياتنا لكم. يعني هذه المواقف وصفها البعض في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها يعني كرت أصفر، إنذار، إشارة، سأم من المحاولات إقناع نتنياهو والحديث من يعني عبر القنوات وبعيداً عن الإعلام، ولكن واضح أن نتنياهو لا يستجيب، ولذلك جاءت هذه التصريحات. والآن نرى يعني محاولة تلطيف لها، يعني رأينا تصريحات انه التزام بامن اسرائيل ودعمها، والان انه القرار لم يتخذ بعد، ولكن حقيقه هذه التصريحات تعكس ان هناك اجواء معكره جدا، هناك حاله عدم انسجام كليه، وهناك حاله عدم مراعاه من قبل نتنياهو لا لمصالح الولايات المتحده الخارجيه وامنها القومي وعلاقاتها في المنطقه ورؤيتها، ولا لوضعها الداخلي واعاده انتخاب بايدن والازمه التي يواجهها داخل الولايات المتحده. هو يواجه أزمة مع الجمهور ومع الطلبة، يواجه أزمة داخل الحزب الديمقراطي وهناك مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر القادم، يواجه أزمة في الانتخابات مع الأقليات ومع العرب والمسلمين، ولذلك يعني هو بحاجة لأن يكون هناك نوع من التواصل المباشر والتجاوب يعني من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما لا يبديه نتنياهو. نتنياهو يضع بن غفير ومصالحه الائتلافية على حساب كل هذه الاعتبارات ودون أن يحقق أي نتائج، ويعجز حتى عن تحقيق نتائج على الأرض. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. الأزمات مع هذه الإدارة بدأت قبل 7 أكتوبر عندما كانت الإصلاحات القضائية، ورأينا موقف الحكومة والإدارة الأمريكية منها، وأيضا خلال هذه المواجهة كان هناك أكثر من مرة تسريبات وتصريحات، ورئيس الأغلبية الديمقراطية وغيرهم ونائب الرئيس، يعني أكثر من شخص صرح ضد نتنياهو، ولكن أن تتخذ خطوة عملية وأن يعلق السلاح بهذه الطريقة أعتقد هذا أمر غير مسبوق، وفيه إشارة قوية لنتنياهو أنه الرصيد ينفذ ويجب أن تنصاع في هذا الأمر. ولكن بعد ماذا؟ يعني بعد كل هذه العمليات العسكرية في طول غزة وعرضها، يعني في نهاية الأمر الآن يرفع هذا الكرت الأصفر كما قلت، هل يجدي نفعا مع نتنياهو، خصوصا وأن إسرائيل تظهر وكأنها تريد أن تدخل قوات أجنبية عمدتها أمريكية في إدارة معبر رفح؟ لا، هو دعنا نميز، الولايات المتحدة شريكة في هذه الحرب وهي تؤمن بأهداف هذه الحرب وتتبناها. بايدن جاء في ذروة الحرب أو في ذروة يعني بعد 7 أكتوبر واجتمع بالكابينيت الإسرائيلي، يعني أول رئيس أمريكي ربما يكون بهذا الأمر، وتبنى أهداف الحرب ودعمها كليا، هو شريك في كل هذه الجرائم. لكن النظرة إلى رفح مختلفة، التطورات خلال 7 شهور عزلت الولايات المتحدة وعزلت موقفها وأضعفت الرئيس بايدن، وعملية رفح تحديدا هي يعني كل النازحين من كل مناطق القطاع تجمعوا فيها وموقعها الحدودي وتأثيرها على مصر وعلى المنطقة، وأيضا انسداد الأفق السياسي الذي يقصد نتنياهو وأثرها على الصفقة وأثرها على حياة الأسرى أو الرهائن كما يطلقون عليهم، يعني كل هذه العوامل جعلت الإدارة الأمريكية تعارضها، وأيضا ليست معارضة مطلقة، هي تعارض بشكل يعني تضع شروط المساعدات المدنيين وأن تقدم خطة وأيضا تطرح بدائل لها. لذلك يعني الموقف الأمريكي ليس ضد رفح كرفح ولا ضد الحرب كحرب، هو ضد الطريقة التي يدير نتنياهو بها الحرب، وأيضا الخصوصية التي أصبحت واكتسبتها رفح بفعل تطورات الحرب وتجمع يتحولها إلى آخر معقل وآخر ملاذ للناس للهرب من جحيم الحرب والهرب من الدمار الذي خلفته إسرائيل، لا يوجد مكان تذهب إليه الناس. نعم سيد عصمت، بعد وصول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح، وخصوصا أن ذلك جاء تاليا لموقف حركة حماس من المقترح مقترح الصفقة، يبدو بأن بايدن يعني يتحدث عن أن نتنياهو لا يتجاوز الخطوط الحمراء وفق تعبيره، هو يحوم حول رفح لا يدخل الأحياء والمناطق المكتظة
بالسكان. هل يريد نتنياهو الآن في هذه المرحلة أن يتوجه إلى رفح بعملية كبيرة، أم أن لديه حسابات أخرى بشأن احتمال أن يكون هنالك منفذ باتجاه صفقة ما؟ هو حتى الآن نتنياهو النوايا موجودة، وفي مخططات نتنياهو والجيش الإسرائيلي أيضا وحتى جانس والآخرين، السيطرة على رفح أو دخولها هذا وارد، ويعتبر يعني أنه يساهم في تحقيق أهداف الحرب. ولكن حتى الآن هو يستخدم تفاوضيا، وأيضا يسير تحت السقف الخط الأحمر الأمريكي. وهذا الإقدام على الاقتحام واحتلال إعادة احتلال معبر رفح، واضح أنه تم التنسيق مع الولايات المتحدة، بدليل أنهم قالوا أنه يعني لم يتجاوز الخطوط الحمراء، وعندما تكون الولايات المتحدة موافقة ومتواطئة هي تضغط على حتى يعني مثلا دولة مثل مصر اعترضت وتعترض وتطالب الولايات المتحدة أن تنسحب إسرائيل من المعبر، لكن تتكفل الولايات المتحدة بالضغط عليها والضغط على الدول الأخرى ومحاولة يعني صد النقد الذي قد يوجه إلى إسرائيل. لكن أنا أفترض أنه الآن الأولوية العليا للولايات المتحدة كما عبر عنها بيرنز في زيارته، رئيس المخابرات الأمريكية في زيارته إلى إسرائيل، هي الصفقة. هم يريدون صفقة، هذه الصفقة تخدمهم داخليا، هذه الصفقة تخدمهم في تحقيق أهداف الحرب، هذه الصفقة تعيد الأسرى، وبالتالي هم يريدون أن يعني يركز نتنياهو على هذا الأمر، ونتنياهو يقنع العالم ويقنع الولايات المتحدة أن الدخول إلى رفح أو تطويق رفح بهذه الطريقة وتجريد حماس من معبر رفح، هو هكذا يصور الأمر، أنه يجرد حماس من أحد الأوراق المهمة التي كانت في يده، أوراق سلطوية، أوراق تستغلها كما تدعي إسرائيل للتهريب، أوراق ورقة يعني تدر عليها الدخل وقوة في قطاع غزة. ولذلك هو يحاول الآن يعني وفق ما يعني قرأت بعض التحليلات للإسرائيليين يقولون الآن بدأ الضغط على سلطة حماس في قطاع غزة، ليس كجهاز عسكري فقط وكتنظيم، بل حتى كقدرة على ممارسة الدور. ولذلك كل هذا للصفقة. ولذلك أنا مع الذين يقولون أنه لن تنهار جهود التفاوض، عالقة تواجه صعوبات، وصلت طريق مسدود، ولكن المحاولات لن تتوقف. وبخصوص الإقناع، كما يقول البعض بأن نتنياهو يحاول أن يمسك العصا داخليا من الوسط بين من يريد الصفقة ومن يريد اجتياح رفح، هل هذا التحرك باتجاه معبر رفح هو كفيل بأن يكون مقنعا لمن يريدون من الجناح الأكثر تشددا اجتياحا كاملا لرفح في المرحلة على الأقل الحالية؟ على العكس، هو سيفتح شهيتهم، سيقولون له عليك أن تكمل هذه الخطوة، ربما يعني تحدث صدمة تصريحات الرئيس الأمريكي وتجعل يعني هذا التفكير لدى نتنياهو على الأقل ولدى المنظومة الأمنية يصبح يعني أكثر موزون ويؤخذ بالاعتبار الموقف الأمريكي. لكن لدى اليمين هو يعني يعتبر أنه نصف خطوة يعني لا تكفي ويجب الاستمرار، سيقولون أنه هذا ينجح ويؤدي إلى نتائج. لذلك نتنياهو إمساك العصا من الوسط هو عمليا يعطل كل شيء، يعطل الصفقة ويعطل التقدم في أفق سياسي وحل للحرب وإنهاء لها، وهذا بات يعني يزعج وربما يضر بشركائه الذين انضموا إليه، جانس وأزيكوت. اليوم هناك تلميحات أنهم يعني قاب قوسين أو أدنى أو يتدارسون مسألة الخروج من الحكومة، وربما هذا الأمر بات قريب جدا. هم يشعرون أنه لا تأثير لهم، أن نتنياهو يفضل وينحاز دائما لليمين، وهو فعلا هو يعني هواه يميني وانتماءه يميني، وأيضا مصلحته مع اليمين الذي سيبقى معه بكل الأحوال بخلاف الآخرين. لذلك يعني واضح أنه هذه السياسة، محاولة استرضاء الأطراف والتصريح بشيء وفعل شيء آخر، لم يعد يعني هذا يمكن أن ينجح لفترة، لكن في محطات مفصلية وعندما تكون أمام مفترق طرق ويجب أن تتخذ قرارات، وعندما تتجمع كل التناقضات معا، أنت عليك أن تحسم موقفك، إما أن تكون الولايات المتحدة معك أو لا، إما أن يكون جانس معك أو لا، إما أن تذهب إلى صفقة أو إلى رفح. وهذه المناورات أعتقد نتنياهو يعني استنفذها كلها. يعني نتنياهو مستمر في المناورات منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، وأيضا التهديدات بالمقابل
من ايزنكوت وبيني جانتس ايضا حاضره، ولكن لم ينفذ في يوم من الايام هذه التهديدات. هل يعبأ نتنياهو بالفعل بتهديدات ايزنكوت وبيني جانتس؟ الانسحاب من الكابينت في نهايه الامر هو بالنسبه له المهم ان تبقى الحكومه الموسعه. الوضع المثالي لنتنياهو هو أن يبقي الطرفين، أن يبقي يعني قدم في اليمين أو يعني في الجانب الأيمن وقدم في الجانب الأيسر، وأن يسيطر على الحالتين. هذا الوضع المثالي، وهذا وضع يعطيه شرعية وغطاء في الشارع، يبقي قناة مفتوحة مع الولايات المتحدة حتى في أزمات من هذا النوع، يبقي صمام أمان في أن لا تنفجر الأمور في العلاقات مع المعارضة ومع الخارج، وفي نفس الوقت يمكن اليمين لديه كجيش احتياط مطيع ومتجند لخدمته في كل الظروف ومهما كانت الأحوال. ولكن أيضا يعني جانس بدأ يحسبها سياسيا. جانس كان يعني يقول أن وجوده هو من ضمانة لكي لا تنفجر حرب في الشمال، وكي يضمن أن تتخذ القرارات بشكل مهني وموضوعي وبما يخدم يعني المصالح العليا، وايضا من اجل الصفقه، وكان دائما يضع الصفقه على راس الاولويات. الان بعد ان وافقت حماس، وهذا موقف فعلا يعني غير كل الحسابات الداخليه في اسرائيل، وكان له ارتداداته على الوضع الداخلي والحسابات الداخليه بين المفاوضين وبين المستوى السياسي وبين جانس وبين نتنياهو. الآن بعد هذه الموافقة جانس يشعر أنه لا تأثير له، وهو بدأ يخسر في الاستطلاعات. الاستطلاعات يعني لا نثق باستطلاعات القناة 14 وهي يمينية، ولكن آخر استطلاع لها اليوم يعني بحوالي 13 نقطة يتفوق نتنياهو على جانس. ولكن إذا انسحب يعني جانس وآيزنكوت، ما الأثر الذي يمكن أن يتركه ذلك على نتنياهو؟ في نهاية الأمر هم جزء من يعني الكابينت، الحكومة ستبقى مستقرة، ما هو الأثر الذي يمكن أن يتركه على إدارة نتنياهو لعدوانه؟ وهذا أمر مهم يعني يجب إيضاحه. الحكومة هذه اليمينية لا تحظى بثقة الشارع، ستتحول إلى حكومة منبوذة. هذا خروج جانس سيثير كل المعارضة الداخلية ويحيي كل المعارضة التي كانت يعني الأصوات والمئات الآلاف التي تخرج إلى الشوارع ضد الحكومة ستخرج مرة أخرى، ستعتبر أن هذه الحكومة تخاطر بأمن إسرائيل. هذه الحكومة سينكشف عنها الغطاء العقلاني بين قوسين أو المتوازن أمام الغرب وأمام الأوروبيين وأمام الولايات المتحدة، وستصبح إمكانية يعني انهيارها أسرع، وسيصبح يعني مهاجمتها أسهل من الجميع، وسيكشف الغطاء عن نتنياهو. هذا الذي يعطي شرعية داخلية لهذه الحكومة، الذي يجعل الإسرائيليين ينامون بأمان أنهم يدركون أن هناك في الكابينيت شخص مثل آيزنكوت ومثل جانتس، وأنا أتحدث بلغتهم طبعا، يتواجدون في دفة القرار. هذا يجعلهم يشعرون بنوع من الارتياح أن هناك من يدير الأمور بطريقة عقلانية، وليس بن غفير أو سموتريتش. لا خبرة عسكرية لهم، لا خبرة سياسية لديهم، متطرفين، لديهم أيديولوجية عدوانية ودموية، وبالتالي هذا يعني سينعكس على نظرة الشارع لها. حكومة بدون جانس وايزنكوت ستسقط خلال فترة قصيرة، حرب بدون ايزنكوت وجانس لن تكون مدعومة من الولايات المتحدة بنفس الطريقة، ولن تكون هذه اللغة الحميمية والتواصل اليومي والقنوات المفتوحة بذات السوية. وأيضا يعني الحسابات والخيارات ستختلف عندما لا يكون في الكابينيت ويصبح لا يوجد كابينيت حرب. الكابينيت ونحن نعرف كيف تدار الامور في الكابينيت الموسع، عندما يكون بن غفير من زاويه وعن يمين وسموتش على يسار نتنياهو، كيف تدار الامور؟ وهذا سيخلق فجوه مع المستوى الامني، وربما ايضا جالنت يعني يخرج عن هذه الحاله ويتمرد ويخرج من كل الليكود وينضم لهما. يعني سيناريوهات كثيره قد تحدث، لذلك نعم هناك تاثير، ونتنياهو يحاول أن يستميلهم كي يبكوا، وربما هذا يعني يؤثر على قراراته بالنسبة للصفقة في الأيام القادمة. شكرا لك الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، كنت معنا من رام الله.